أشار إليها الجاكومي نشاهد معه. نؤكد أن لقائنا بالسيد الرئيس برهان الخميس الماضي تناول عدد من الموضوعات التي تخص أهلنا في شمال السودان، بعدها أطلعناه على هذه الزيارة الموفقة، وبنأكد أن مستشفى الضمان بمروي يعني لن تستطيع أي قوة أيا كان شكلها ولونها وطعمها أن تحرك أي جهاز من أجهزة رسم القلب في مستشفى مروي، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا وعلى أهلنا، ووجدنا تأكيد ودعم لهذا الأمر من السيد الرئيس برهان. الآن هنالك صيانة لطريق شريان الشمال، وهنالك يعني مجهودات لتوفير مزيد من الجازولين لحصاد القمح. بنفتكر أنه وجودنا الآن في قيادة الدولة السودانية نستطيع أن نقدم لأهلنا في كل السودان ما يساعدهم على ترتيب أولوياتهم الاقتصادية. ونؤكد أنه يعني بنحيي أهلنا في كجبار وفي دال وفي الشريك، وبنذكر الناس أنه مسار الشمال استطاع أن يلقي هذه السدود في المادة الرابعة من اتفاق مسار الشمال، وكنا نود من الأخ رئيس الوزراء عندما أعلن هذا أن يقول والله ده جزء من اتفاق مسار الشمال العمل على إلقاء هذه السدود، ولكنها قد سقطت عليه سهوا. كما نؤكد أنه أيضا في اتفاق شمال السودان نحن الذين لقينا القرار 206 اللي بتتحدث الأخوة الوالية عن أنه هي واحدة من إنجازاته، هو ليس واحد من إنجازاته وإنما هو واحد من إنجازات كيان ومسار الشمال. نحن والله أخواننا ما دايرين زول يأخذ حقوق الآخرين، أي زول قدم عمل مفيد ينسب له، والدائر يمشي في هذا يذكر يقول والله أخواننا كانت لدينا في جهات عملت على 1 2 3 ولكن انتقمت حق الآخرين، فدي واحدة من المشاكل. إذن غمط حقوق الآخرين واحدة من المشاكل التي يعاني منها السودان كما يقول الجاكومي. هنا لدينا يعني وقفتين مع حديث الجاكومي. في وجدنا الجاكومي في البداية يتحدث عن قضايا أن والله يا أخي أخذوا من البرهان تأكيدات فيما يخص أنه ما في حاجة حتتنقل من المستشفيات اللي موجودة في الشمالية، ردا ربما على إشاعات في السوشيال ميديا أن في أجهزة حتنقل من الشمالية لدارفور أو بعض مناطق دارفور كما يعني درج في السوشيال ميديا، وحديث عن قضية شريان الشمال وما يتصل بها. هذه النقطة الأولى، هل يمتلك الجاكومي فعلا مثل هذه الصلاحية للحديث؟ والله يا أخي على كل حال هذه بلادنا والمناخ السياسي العجيب اللي فيها. الجاكومي أصلا وقطاع الشمال بكامله أصلا، منو كان في الشمال ده فوضهم ومنو قال لهم امشوا يعني تفاوضوا باسمنا في جوبا، هو اجاب عن هذه النقطه في سياق الكلام، قال لك احنا لفينا على القرى واخذنا منهم التفويض، يعني ما لف على اي قريه انا اتحداه بالمناسبه. انا سمعت الكلام، ما هو قال لف على 50 قريه، حتى لو لف انا سمعت كلامه ودار اقول له ما يغلط يمشي يعمل اللقاء بتاعه الحاشد اللي بيتكلم عنه ده، ما يغلط اصلا لانه ما في زول حيجيه، لانه انت لا تمثل الشمال. كيف ما في زول حيجي؟ ما هو في الناس محتاجه اشياء، لو جاهم اي زول مسؤول يعني يقول لهم انتوا قابلوني عشان احل لكم مشاكلكم حيمشي له الناس. على كل حال حيمشي للناس اللي بيتخيلوا انه والله هو الشعب الان اصبح في وعي. الان الثوره دي ثوره وعي يا باشمهندس. خليني بس ارجع للنقطه، يعني هل الجاكومي كحزب سياسي ليس يعني يتحدث بامر تنفيذي زي ده؟ مش كده وبس يا اخي، انت قطع شمال، انت تقعد تتكلم لي في القضايا التفاتيف الصغيره دي اللي لا تساوي شيئا في القضيه الاصليه حقه البلد الذي يراد له ان يشتت ويفتت. ها تقعد تتكلم لي تقول لي مستشفى واجهزه وشريان الشمال ومش عارف ايش، يا اخي ده عمل تنفيذي تتكلم فيه، ويا اخي منظمات المجتمع المدني يتكلم فيه، وزول يتكلم فيه التنفيذيين يا اخي الموجودين من ابناء الشمال الموجودين في الولايه الشماليه. ها انت يا اخي
انت بتتكلم على انك انت بتمثل قطاع كامل، القطاع ده شغل الشمال ده كله الان غير محسوب، غير وانت انت في الاتفاقية نفسها اصلا ما ادوك حاجزات ولا انت اكتسبت شيء في بالمناسبة. الناس كان لكن هو بشير الان بشير معلش يا دكتور، يعني هو بشير بيقول لك يا اخي افترض حتى رئيس الوزراء الان ما ياخذ انجازاتنا ولا والية الولاية الشمالية تاخذ انجازاتنا، في شنو يعني في انهم ما هو في انه ما هو قال لك احنا ضمننا موضوع الغاء السدود ده، وده كلام وده كلام خطير جدا. هو يلغى السدود الرجالة هي ها يعني والله انت لانك عايز تكسب ناس كجبار وناس الشريك والجماعة ديل ودال معناها انت منو قال لك السدود دي ما عندها جدوى اقتصادية؟ هو بيقول ما عندها. هسه حنشوف بيقول شنو بخصوص السدود. خلينا نرجع نشوف بعض الكلام بيتكلم برضو عن السدود ديل السدود دي يعني وجدواها الاقتصادية. خلينا نشاهد ما الذي قاله في هذا الإطار. وبالتالي إذا أخذنا النموذج سد مروي نفسه، سد مروي لما قالوا الرد بالسد وسد مروي ينتج 1,200,000 ميجا واط، في النهاية اتضح أنه لا يتجاوز 500 أو 600 في أحسن الحالات، في حين أنه أنا لو أنتجت عبر السولار أو عبر الطاقة الشمسية أستطيع أن أنتج 3,000 ميجا، وبالتالي لا جدوى حتى لسد مروي. ولعل أيضا في هذا الاتفاق الناس تحدثت عن الأثر السلبي، ونحن شفناه قبل 15 يوم كنا في المناطق التي تأثرت بعملية النزع، وقفنا على تهدم المنازل، وحتى في الاتفاق نحن سميناها مناطق كوارث. بنفتكر أنه إذا أردنا أن نتحدث عن الجدوى الاقتصادية ما في جدوى اقتصادية من قيام سد دال وسد كجبار، يمكن الاستعاضة عنا بمحطات الطاقة الشمسية، ومن ثم الحفاظ على الآثار الموجودة في تلك المنطقة. حرب المياه، نحن معك إنه العصر القادم هو حرب المياه، ولذلك واحدة من إشراقات هذا الاتفاق إنه تم تثبيت قيام ترعتي سد مروي، وبالتالي الترعتين ديل بتسقي 4 مليون فدان. ونحن الآن بنقول إنه شمال السودان سيكون جنة الله في السودان. إذا شمال السودان بسبب الترعتين سيكون جنة الله في السودان، هكذا يقول الجاكومي. أيضا تحدث الجاكومي عن قضية السند الشعبي، نشاهد معا. نحن نقول الآن نتمتع بسند شعبي، ما في أي تنظيم سياسي باستثناء الحزب الاتحاد الديمقراطي في الإقليم الشمالي يتمتع بهذا السند. كل القوى السياسية التي تروحنا الآن ما عندها وجود سياسي. كيان الشمال لديه وجود سياسي أكثر من حزب البعث والحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني وأي تنظيم من التنظيمات الموجودة الآن في قوى إعلان الحرية والتغيير. نحن نضاهيها، نقول لها، والكلام ده قلنا في مروي، قلنا لهم أعملوا لغاء حاشد ونحن حنعمل لغاء حاشد، ونعرف سنرى مع من تقف الجماهير. واللغاء الآن الذي سنقيمه في الكرت بعد العيد هو حيكون لغاء له ما بعده، وسنشهد عليه أهل السودان والخارجين وأهل المناطق الأخرى. إذن لا يوجد حزب يضاهي شعبية كيان الشمال في مناطق شمال السودان. يعني بنلقى جاكومي الآن بيرد على النقاط اللي أنت قلتها، جدوى اقتصادية لسدود دال وكجبار ما في، والدليل سد مروي الذي يعني يقول بأنه لا ينتج الكمية التي كان يفترض أن ينتجها، وأن السند الشعبي يتمتع به كيان الشمال ولا يوجد أحد يضاهيه، لا حزب شيوعي ولا حزب بعث ولا حزب المؤتمر السوداني ولا أي مكون من مكونات قحط، هكذا يقول الجاكومي. على كل حال هو مغالطات كثيرة طبعا في 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 كلامه طبعا يعني، وما ذكر الأرقام جيدا يعني قبل ما يجي. نحن يعني بنفتكر انه يعني الانصاف مهم، اذا لم تنصف غيرك لن تستطيع اصلا ان تعيش الانصاف ولا ان تعيش العداله ولا السودان ده بهذه الطريقه لن يتقدم للامام. ودي بالمناسبه للاسف الشديد هذه سنه هؤلاء متعاطي السياسه في السودان على من الاستقلال الى اليوم، يعني يحاولون الركوب القطار، دائما يركب القطار الخطأ الذي يذهب بهم الى 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 نووي للاسف الشديد يعني السياسيين. فانت يا اخي لما يكون في يا اخي الناس عملوا السد مروي ده، وسد مروي كان فعلا انجاز وانجاز كبير، انت الان قلت ترعتين بس حقت سد مروي دي هتحول شمال السودان الى جنه الله في السودان. طيب يبقى ما عنده جدوى اقتصاديه كيف؟
بعدين كيف أنت تقيس جدوى اقتصادية لمشروع مختلف تماما في طبيعته طريقة عمله، تقيسه بمشروع تاني آخر مختلف تماما هو سد مروي، ها تقيس به وكل السدود اللي كانت ممكن تتعامل دي اللي حتشتغل بعد سد مروي وطريقتها مختلفة، والإنتاج حقها حيكون ما فيه أي تكلفة، يمكن بربع تكلفة إنتاج سد مروي، يمكن أقل، لأنه سد مروي هو حيكون هو فقط الحاضنة حقت المياه وحصاد المياه وبحيرة البحيرة المطلوبة. ايضا سد مروي يا اخوي ما 500، سد مروي ده سلمته حكومه معتز موسى وهو بينتج 4500 ميجا واط، ها اليوم بينتج 1200 ميجا واط، فهو ما عنده لا هو الانت عفوا دكتور، هنا الانتاج الكلي كان في البلد 4500 يعني من كل السدود، يعني من كل السدود على كل حال. انا يمكن لكن هو طاقة سد مروي لوحده هو قرابة ال 1200 الان، يتحدث الجاكوني انه ما قاعد ينتج الا سوى 500 فقط. على كل حال نحن نتكلم على انه السدود دي الجاكوي ما ممكن يقيف في مؤتمر صحفي ويلغيها كلها بجرد قلم ويقول والله دي ما عندها جدوى اقتصادية. نعم. إذا أنت الآن تثبت أن لسد مروي جدوى اقتصادية قد تحول شمال السودان إلى جنة الله في الأرض. يا أخي لا ينبغي للناس دائما إذا أردت أن تحترم وإذا أردت أن يسمع لك فلا بد أن تكون منطقي وتكون عقلي وتكون منصف. تكون منصف، لأنه لما ما تكون منصف أنت والناس يشعروا أنك أنت يعني عدوك ده ومخالفك والزول المنافسك ده أنت ما عندك مانع تقول عنه أي شيء. هذا كلام خطير جدا، لا يمكن أن يذهب بالسودان إلى أي مكان. فلذلك أنا دار أقول لأخونا الجاكون كلام على السند الشعبي، ونحن والله صحيح أنت ممكن تكون أكبر من الشيوعيين ومن البعثيين، هذول ما عندهم حاجة، أن تقيس نفسك بهؤلاء it's okay مقبولة، لكن ما تقيس نفسك أنت بمستوى الشمال كل الشمال. أنت ما عندك حاجة في الشمال كل الشمال يا أخوي، لأنه أنا هسي كان سألته منو قيادات قطاع الشمال ده الظاهرين غير الجاكومي ده، منو ديل؟ شفت كيف؟ وين الشخصيات المقبولة؟ وين الناس المقبولين؟ وين الناس اللي عندهم تاريخ وعندهم جهد وعندهم شغل حقيقي قدموه للشمال؟ ها؟ وينهم؟ أنت يا أخوي أسس الاتحاد الديمقراطي أخيرا مش تتفق معهم عشان الملك الناس، لأنه إذا ما اتفقت مع الاتحاد الديمقراطي حيجوا 15 بني آدم وحتلقى فقط في 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 البتاع بتاعك في السوشيال ميديا 40 لايك، ما حتلقى أكثر من كده يا أخوي. امشي للناس الاتحاد الديمقراطي دي خليه يتفقوا معاك في الشماليه دي، وامشي للناس اللي عندهم وجود حقيقي عشان يتفقوا معاك في انت ما عندك حاجه في الشماليه دي، لانه انت لم يفوضك احد ان تمثل قطاع الشمال. ده كلام قائم الى اليوم، والى اليوم قاعد يقولوا الناس، يقولوا السياسيين في الشمال ويقولوا الناس في الشمال انت بتفتكر نفسك انت لانه والله اذا كان مؤتمر وطني ولا غيره الان ناس غير فاعلين في المنطقة، معناها أنت ممكن تيجي تقول والله أنا الشعبية كلها حقتي وأنا أنت هو أريو، يعني أنت قدمت شنو؟ فلذلك أنا دار أقول الجاكومي إذا أراد بالفعل أن يوجد لقطاع الشمال أو حتى سمي تجمع الشمال أي جسم يا أخي دار يسويه، ينبغي أن يكون قضيته واضحة، ينبغي أن يقول لناس الشمال ديل ويعرف الشمال تماما، ما يتكلم ليه عن علمانية ولا إنه والله نحن ضد المش عارف إيش وضد الإيش والكلام اللي قالوه في جوبا والقالوه في المنابر ده كلام كله ما ينفع مع ناس الشمال، والناس عارفينه وسامعينه ليك يا جاكوم.